بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا السيارة هذه فيها صوت تسمع فيه وفيها الفيتاس يتحرك كله، شفتوا فما ضربة والفيتاس كله يتحرك، يعني فما إشكالية صارت في لأن السيد ضربها من لطة في مكان عالي فصارت له إشكالية. هذه طبعا نحلوا ونشوفوا المشكلة اللي صار له بالضبط وين. شفتوها كيش تسمعوا الصوت وكيش يعني اليد نتاع الفيتاس كيش تتحرك. بعد ما جربتها في الثنية شوف الموتور كيش يتحرك، معناتها فما سيبور أو فما حاجة صارت في كهرباء ملوطة هي اللي خلتها تعمل الديفو هذاك وتعمل الحس هذاك والحركة هذه تعملها. شفتوها هذه علامة أن فما سيبور ملوطة في حاجة مكسرة ولا كاوتش متاعها ولا هو تو نشوفوه أو باش نحل الهيكل ملوطة ونشوف. بعد ما رفعنا السيارة فوق بالكريك بعد ما هزيناها فوق بالكريك شوف شو هو اللي صار، فما السيبور هذا يتكسر، حركة هيك شفتوه السيبور هذا تكسر على طول. هذه العملية صارت في السيارة. تو بشوف الكوب هذا هو السيبور اللي تكسر. نوريه لكم تو فكينا السيبور شوفوا كيف تكسر. شفتوا السيبور مكسر على الاساس. هذه هي من قوه الضربه اللي صارت له في الطريق، يعني ركزت الكهرباء تركزت على حاجه وتكسرت السيبور هذه. شو وريت لكم السيبور المكسر، تو جبنا السيبور الجديد هذا باش نغيروه. هذا سيبور انفيريور سيبور بيال، هو سموه احنا سموه بيال سيبور بيال انفيريور، يعني من لطف موجود في اغلبيه في كهرباء رينو تلقاه موجود فيها. تو جبنا السيبور الجديد وتو باش يركبوا هيكل سهل، هو يعني كما فكيناه كما نجم نركبوه ما فيش مشكلة، وعنده مكان يدخل فيه في البرسو. هنشدو بولون
ركبنا السيبور نتاعنا رحنا يعني وتو ما عادش فما تحريك في المحرك بحوله السياره وفي الليفيت فيتاس. ان شاء الله العمليه تنفعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.